اهلا بكم في حلقه جديده على قناه بروكن كار درايفر. الناس اللي متابعيني في انستغرام عارفين اليوم التيست اللي غيكون ديال لا مرسيدس كلاس او كوبي فيس ليفت، الوجه الجديد ديالها في 2021. غنحاولوا نشرحوا هذا الفيس ليفت شنو تبدل فيها. اول حاجه لي زوبتيك فول ليد، اغلبيه ديال لي مارك تيبدلوا تيلعبوا على لي زوبتيك بزاف مي كيديروا الفيس ليفت، واني مرسيدس راه لعبت على الفاسافون كامل، الوجه كامل ديالها، البار شوك، الكالوندر رجعت انفيرسي الى تعقلوا على اللي قبل منها لا كالوندر دايره هكا، مي هذه ولات انفيرسي، الديامون بقات بحالها بحال الاخرى. هنا كاينين لي زونتري دير، هنا محلوله الريح اللي كيدخل تيمشي للروايد، ولا غري سنترال تقريبا بقات بحال القديمه، مي كتشوفها من القدام ولات بلوز اغريسيف، ما بقاتش الطوموبيل ظريفه كتشوفها جايه جونتي، الطوموبيل ولات كتخلع مي جايه من القدام. بالنسبه للروستيلاج كاع لي مارك راه تيلعبوا على بارشوك القدام، بارشوك لور، لي زوبتيك ولي فو اغيير، هما بحال دابا الجنب راه كيبقى هو لي جونت 20 بوس، لي بات كيس ولي غيترو تيبقاو هما لي ميم، يعني ما كيتبدلوش. شنو داروا مرسيدس في اللور؟ راه كيبقى بحال اللي قبل منها، باغ كونتر هنا كاينين في لي فو تكنولوجيا جديده كيبان لكم واحد لي كارو هنايا كاينين في لي فو. بالنسبه للبارشوك بقى لو ميم، الديفيوزور حتى هو بلي دوبل سورتي هنا فيك ما خدامينش، ولي ديتاي اللي كاينين في الديفيوزور اللي كيعطيوه لاغريسيفيتي ولا بوند هنايا اللي كاينه نوار لاكي. الناس اللي مولفين لي تيست درايف ديالي عارفين بان دابا نضربوا دوره في الطوموبيل وغنشوفوا شنو الحاجات اللي تبدلوا فيها. دونك غنبداو بليكرون وايت سكرين، جوج ديال لي زيكرون فيهم 12.3 بار. الحاجه الجديده انهم ولاو تاكتيل، ما هادي ما كايناش في مرسيدسات كاملين تقريبا، هاد الجداد هادو ولاو تاكتيل. نجيو الفولون، الفولون واعر صراحه انا عجبني بزاف، فيه دو بارتي هنايا، وحده كتحكم بالمنيو فيها لي فليش وداكشي، وحده كتحكم بالتليفون مشيتي على اليسر، وحده اخرى كتعطيك المنيو ديال الكوكبيت، واللي تحتها فيها كاع لي بوطون اللي كيعطيوك ديسترونيك ديالها وكيفاش كتسوق راسها وداكشي كامل ممكن تحكم به غير من الفولون. واحد الحاجه كاع لي بوطون هنايا راه ولاو تاكتيل، كلشي ولا تاكتيل. بالنسبه لابلونش دو بور ديالها تقريبا بقات بحال اللي قبل منها. بالنسبه للميار دومبيونس كاين واحد الشوا كبير، تلقى لي كل اللي بغيتي لا كومبينيزون اللي انت تشك على بالك ممكن ديرها. ومرسيدس ولفونا صراحه بهاد الميار دومبيونس جداد، من جو بونس من 2016 الفوق كاملين ولاو هكا. اهم حاجه في السياره هي لا توني دو روت، خصنا نشوفو الطوموبيل واش شاده في الطريق مزيان، كيفاش كتحس بها في لي دودان في الحفاري وهذا الشيء. وواحد الحاجه ما نساوش بان فيها جوان ديال ال 20 20 بوس. لانسونوريزاسيون الطوموبيل الداخل ما كتسمع والو، غادا ب 20 بوس ديالها عرفتي في الطريق ما كتسمع حتى شي حاجه. كوموند لي فمونو كيعطيوك لاكسيد بزاف د الحوايج، منها بدا ديزاين دافيشاج، نرجعو نشوفو ديزاين ديال دافيشاج. كتدخل كتلقى كاين كلاسيك، كاين سبورتيف، بروغريسيف، اي بوري، وعاد لافيشاج ستاندار. تقدر منها تدخل الميديا، راديو، خارجي ديالك يعني لوتونومي وشحال درتي في الطريق، نافيغاسيون إلا كانت عندك لاكارت ديال المغرب بيان سور. غندخلو لاسيستونت، واحد لوبسيون مهمة بزاف، يعني حوايج لي كيعاونوك في الطريق. كنتي غادي في الطريق وخرجتي على الخط الأبيض كتحس بالفولون تيفيبري. واحد الحاجه اخرى ملي كدير ديسترونيك ولا كتاكتيف هاد لوبسيون كيعطيك لا فواتور اللي قدامك شحال لا ديستونس بينك وبينها، كتفريني راسها الا خرج لك شي حاجه باغ اكزومبل شي طوموبيل شي حاجه شي حيوان كتفريني راسها. دونك الا جينا نهضروا على لا سيكوريتي، النيفو راه فيها طالع، يعني الطوموبيل غادي انت مرتاح كتسوق راسها. في لي زومبوتياج ممكن تطلقها كتبقى غادي وكتفريني راسها وكتكسيري على حساب لومبوتياج باش كتعطيك انت الراحه في الطريق بلوس تا في الطريق. الا كنتي غادي في الطريق وقدامك واحد الطوموبيل كتفراني الفوا الا خرجتي لليسر باغ اكزومبل تعاود تكسير وترجع لافيتاس اللي انت مريكلها عليها. حنا وقفنا وغنشوفو ليد او ستاسيونمون في هاد السيارة هادي. باغ اكزومبل حنا درنا مارش اغيير تنشوفو ديجا لا كاميرا 360 كتعطيك واحد لافيزيون كبيرة باش ما تقيسش جوانت الطوموبيلات اللي كيكونو قدامك وراك،
الناس اللي تيخافوا من الباركينغات اللي تيكونوا مضيقين حتى هما كتعاونهم. كاين بزاف ديال لي فيو ممكن تعطيك تشوف القدام وتشوف حتى الجناب ديال الطوموبيل، ممكن تشوف الطوموبيل من الفوق ولا تعطيك القدام بوحدو. المهم كتعاون بزاف، يعني الناس اللي في ستاسيون تيلقاو صعوبه الطوموبيل كتسهل عليك بزاف الحوايج، واخا هي راه كبيره في لاطاي. واحد الحاجه بالنسبه للراي ديالي انا الشخصي، انا كنفكر دائما وني الا جيت نهضر على مرسيدس من الداخل دونك كنعطيها باغ اكزومبل 9/10، حيت النيفو ديال ليكيبمون هادشي مرسيدس دائما هاربه دائما او توب. بالنسبه لا كوندويت الطوموبيل مرتاحه وساكته من الداخل، كونفورتابل طوموبيل ديال الطريق ماشي شي حاجه سبورت ديال الجليم، طوموبيل غير ديال الطريق تمشي كونفورتابل غادي هكذا ترونكيل، ماشي طوموبيل ديال الجري وخاصها في لا سسبونسيون ديالها. هذا الراي ديالي الشخصي انا. لايك كومونتير، خلي الراي ديالك في هذه السياره، اعطيها اون نوت على 10.